أنا مهما شكرت الدكتور خالد عزازي فشكري ده مش هيجي حاجة بالنسبة للدكتور خالد عمله علشاننا. المسرح قد إيه حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، ولقيت إن في نشاط في الجامعة، نشاط اسمه نشاط المسرح. لقيت قد إيه في اهتمام من الناس اللي في الجامعة، من أي سواء الدكتور خالد عزازي أو كل المسؤولين عن النشاط ده. أحب أشكر مستر خالد عزازي، ولأن في جامعة المستقبل بجد خدت فرصة إن أنا أدخل الكورال. دي كانت أول سنة ليا في الجامعة إن أنا دخلت الكورال، بس تاني سنة إن أنا دخلت الكورال والمسرح، ثالث سنة إن أنا دخلت الكورال ومسرح ومودرن دانس. يمشي الهوين مشيت العزة والجلال ثلاث مرات، مرة أمام عيناهم المتراعة بخوف المفاجئ، على بعد الصولجان منه فكادوا يذوبونه لاما من شدة الفزع، وجمدوا خرسا لا يخاف. أنا سعيدة جدا السنة دي بالمستوى اللي احنا وصلنا له بالطلبة من خلال النشاط الفني والثقافي. إن شاء الله نوعدكم السنة دي هتشوفوا حاجة مختلفة تماماً من خلال المهرجان. أنا فخورة جداً إن أنا كنت طالبة في جامعة المستقبل ودلوقتي بشتغل. ليت الليل يقبل الآن وحتى تلك الساعة، استقر يا نفسي، فما من إثم إلا وسيبدو مهما احتجب ولو غمرته الدنيا بأجمعها عن أعين. أنا مناضل عنتر جمعة، مخرج ومصمم مسرحي. السنة دي أنا جاي أعمل حاجة مختلفة جداً في الجامعة، هي ورشة عن الرقص المعاصر، وهي فكرة تحويل العمل الأدبي المكتوب إلى عمل راقص أو أداء حركي من غير أن نقول ولا كلمة في العمل. اللي جامعتنا بتعمله لنا مفيش اي جامعه تانية بتعمله. انا فاكر اول يوم دخلت مسرح الجامعه، ودلوقتي وانا بحاول ابدا كارير بره مسرح الجامعه هفضل طول عمري فاكر اول يوم، لان انا بدات من هنا وهفضل طول عمري مدين للخشبه اللي انا وقفت عليها في مسرح الجامعه. فرصة عظيمة ليا قوي ان انا اول سنة وليا امثل واعمل اي حاجة، وكمان مع مخرج كبير زي مستر خالد جلال، وطبعا بشكر دكتور خالد العزازي. الحمد لله الجامعة بجد ما شاء الله، يعني الطلبة بتوعها خير جدا لقدام، منهم مواهب حلوة جدا وان شاء الله هيبقوا حاجة كويسة جدا في المستقبل. نيابة عن فريق الكورال، أحب أشكر الستودنت لايف على المجهود الجبار اللي هم عملوه لنا السنة دي، وغير كمان على الفرص الكتيرة اللي بيتيحوا لنا كل سنة، وإن شاء الله تتشرفوا بيا في حفلة السنة دي.